وايضا رح نحكي بمساحتنا الحاليه رشا وعن علم الطاقه. علم الطاقه اكيد كلياتنا بنركز خلال يومنا دائما بنحكي انه قديش مهم نبلش بطاقه ايجابيه رشا، وبنقول للناس بلشوا بطاقه ايجابيه حتى نعرف قديش هذا الشيء فينا نطبقه على ارض الواقع. هاي المشكله، نحن اليوم قادرين نطبق انه نحن نكون ايجابيين بحياتنا؟ كلنا بنعرف نرمي انه هي الطاقه الايجابيه ممكن يكون تاثيرها ايجابي، كان بشغلنا، كان بين اصدقائنا، بين اهالينا، بين حارتنا ومجتمعنا، ولكن الصحيح السلبي شو بيعمل اليوم؟ السلبي بيأثر على طاقة الإيجابية وبيسحب هي الطاقة الإيجابية. يمكن تطورت هلأ المعايير والآليات لحتى كيف وعلم الطاقة كيف نحن نقدر نجذب هي الطاقة الإيجابية، ونحس الناس بلشت أكثر يعني عن جد أكتر. نتيجة الظروف، نتيجة الواقع، فبتلاقينا عم نهرب لهدول القصص الإيجابية. خلي طاقتك شوي عليه، خلوا طاقتكم اليوم عليه، وخلونا نشوف ضيفنا لليوم كيف حيحفزنا ويعطينا تعليمات اليوم كيف نحن قادرين نقوي هي الطاقة برغم الظروف اللي عم نعيشها وبرغم الضغوطات. نحن دائما نقول عندنا حجة إنه نحن مضغوطين، نحن ظروف العمل، نحن ما في شيء صح بحياتنا، ولكن في فسحة أمل. خلونا نشوف اليوم نحن كيف قادرين نستغل هي النقطة. ضيفنا لليوم هو سمير الهادي وهو مدرب دولي في علم الطاقة. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحك. اعطيناك طاقه ولا ما اعطيناك طاقه؟ لا ما شاء الله بتجنن. يسعد صباحكم وصباح المتابعين الاخباريه السوريه. اهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نعرف المشاهدين شو هو علم الطاقه وكيف بياثر على حياتنا. تمام. هلا الطاقه اساسا هي مجموعه من الذرات المتراكمه والمتراصه مع بعض البعض. هلا بتشكل وتراكم هي الذرات مع بعضها بتشكل عالمنا الحالي. بالنهاية الطاقة موجودة في كل مكان، الطاقة موجودة في كل شيء، موجودة بالأفلاك، موجودة بالبحار، بالجبال، صحيح. بالحيوان، بالنبات، وحتى بالإنسان. أما بالنسبة للمصطلح فكلمة طاقة بالإنجليزية تعني إنرجي، يلي هي أصلاً مشتقة من الكلمة اليونانية إنرجيا، يلي ظهرت لأول مرة في كتاب الأخلاق، يعني ظهرت كمبادئ وأسس في كتاب الأخلاق في القرن الرابع قبل الميلاد. يعني نحن عم نحكي عن علم قديم جدا، هو ما نوع علم مستحدث وما نوع علم جديد. اما بالنسبه لتاثير الطاقه وكيف تؤثر الطاقه على الانسان، فاتحسب انك جرم صغير وفيك ان طوى العالم الاكبر. بالنهايه الانسان هو صوره مصغره عن هذا الكون، هو جزء لا يتجزا من هذا الكون، وبالتالي اصلا بجسم الانسان داخليا في مراكز للطاقه اللي هن الشاكرات السبعه. لكل شاكرة من الشاكرات هن موزعين على طول العمود الفقري من الأسفل للأعلى. لكل شاكرة في عمل، لكل شاكرة في لون، لكل شاكرة في مهام. أما بالنسبة لأسماء هاي الشاكرات فهن ابتداء من الأسفل، فشاكرة القاعدة، شاكرة العجز، شاكرة الضفيرة الشمسية، شاكرة القلب، شاكرة الحنجرة، شاكرة الأجنة، وأخيرا شاكرة التاج. هلأ عمل هذا الشاكرات فينا نحن نبسطها أكثر بطريقة مبسطة، خلينا نقول مثل الأنابيب يلي بداخلها ماء، اللي بداخلها ماء متدفق، وقت بصير في أي انسداد، أي مشكلة، أي عطل، أي انغلاق بهي الأنابيب المتدفقة من خلال الماء، بالتالي بصير في مشكلة بالنظام العام أو المنظومة العامة ككل، وهون بالتالي بصير في عنا أمراض نفسية وصحية. اليوم عم نحكي شاكرات، اليوم اي حد عم يسمعنا بده يقول شو هي شاكرات؟ الشاكرات هن مراكز الطاقه. تمام، نحن كرمال نضوي على هي النقطه، يعني دائما نحن نستخدم هذا المصطلح ضمن صباحنا، ولكن الناس اليوم بتحب تفهم اكثر. اليوم شاكره انها هي مركز الطاقه بالجسم، نحن كيف قادرين نحفزهم ونحن نشتغل عليهم خلال نهارنا؟ هلا في عده طرق لتحفيز وتنشيط الشاكرات، ولكل شاكره من الشاكرات في طرق، لكن في طرق ثابتة يعني تحفز الشاكرات ككل. أهمها هي التفاؤل، التعامل الإيجابي، برمجة العقل الباطن على التفكير الإيجابي، ممارسة الرياضة، التعامل بشكل إيجابي بالمطلق، ما نكون متعاملين بموضوع إيجابي وباقي المواضيع بسلبية. كل ما كنا إيجابيين أكثر، كل ما حتى التغذية كمان لها دور كثير كبير بتأثير وتفعيل وتنشيط عمل الشاكرات في الجسم. صحيح. طيب خلينا نحكي اليوم عن اهم مدارس الطاقه بهذا المجال. هلا طبعا بما انه نحن عم نحكي انه علم الطاقه هو من اقدم العلوم، فشيء طبيعي يكون في مدارس متعدده ومدارس مختلفه، لكن الشيء المشترك انه كل هاي المدارس هي مبدا ثابت واللي هي الطاقه الحيويه، الطاقه الكونيه، يعني الاختلاف بيكون بالتفاصيل والنوعيه لكن المبدا ثابت. فعنا الاهم والاشهر هي مدرسه الريكي الياباني، وبعدين بيجي الريكي الغربي،
وبعدين في عنا المدارس اللي لها علاقة بالعلاج، يعني المدارس العلاجية مثل العلاج الموضعي، علاج الجسد ككل، العلاج عن بعد، العلاج بالتنفس، العلاج بالصوت، العلاج بالألوان، هاي مدارس لكن المنشأ واحد. خلينا ناخذ هيك فكرة سريعة عنهم، كل واحدة على شو بتركز. يعني هلا مثلا لما بدنا نقول الريكي، فنحن فينا نكون الريكي الياباني هو مبني على الطاقة الحيوية، فنحن فينا نتعامل مع الريكي عن طريق العلاج عن قرب وعن بعد، هو بطريقة توجيه الكف على مناطق الألم أو مناطق المشكلة بالجسم نفسه. فطريقة توجيه الكف طبعاً بده يكون خبير طاقة، بده يكون هو عم يستمد الطاقة الحيوية ويوجه بكف إيده على جسم المريض بحركة معينة بدقائق معينة ومع تنفس علاجي كمان، فهذا الشيء بيأثر بشكل إيجابي. وحتى عم نشوف في تشافي تام من أمراض كبيرة وأمراض مستعصية عن طريق الطاقة. صحيح، تمام. وحتى التنفس، يعني حتى الطريق أو العلاج بالتنفس، نحن في عنا مشكلة كبشر كإنسان بشكل عام، نحن ما بنتنفس بالشكل الصحيح. بنلاحظ انه تنفسنا سريع، يعني ربنا خلق لنا الرئه هيك، نحن بنتنفس هيك مثل حدا مستعجل، مثل حدا. ففي طرق تنفس صحيحه هي بتعيد التدفق، يعني الاكسجه بشكل صحيح، توزيع الاكسجه بالجسم، وبالتالي تنشيط عمل الشاكرات مثل ما حكينا، لانه في عده طرق بتنشط عمل الشاكرات، من ضمنها التنفس الصحيح والسليم وباوقات معينه مثل اوقات الصبح بكير، اوقات الفجر، واوقات المغرب. كمان فينا نمارس اليوغا والتامل، كمان هن كمان من اهم انواع طرق الطاقه اللي بتجدد حياتنا، بتعطينا طاقه ايجابيه وبتطرد الافكار السلبيه من حياتنا. اهم شيء هي القصه الافكار السلبيه. طيب نحن عم نحكي تامل ويوغا، اليوم مو كل الاشخاص قادرين او بيعرفوا كيف هي قواعد اليوغا او التامل. اذا هيك بقصص بسيطه، نحن انا اليوم فايقه معكره، مزاجي معكر، وعندي شغلي، عندي رفقاتي، عندي أهلي، اليوم أنا كيف قادرة أني أطلع من مودي ولو بشكل بسيط؟ ما أثر في عندك أشخاص بيكونوا إذا انزعجوا، أو خلينا نقول اللي عم ينضرب مزاجهم، الكل بده ينزعج حواليهم. تمام، خلينا هاي الطاقة السلبية كيف نحن قادرين نتخلص منها ولو بشكل خفيف، يعني حوالينا ما تتأثر فيها أبدا. هلأ هي المشكلة الأساسية أنه نحن بنفكر لقدام وبمشاكل قدام. لا، نحن خلينا نفكر بيومنا. أنا إذا عندي مشكلة أو ممكن يصير عندي مشكلة بعد شهر، فأنا ما بدي أفكر فيها من هلأ، خليني أنا أبدأ يومي صح بتمارين تنفس صحيحة. فيني بالنسبة للمبتدئين اللي ما عندهم فكرة عن اليوغا والتأمل أو بيستصعبوها، فأنا فيني أكون بعيد عن الإلكترونيات، بعيد عن الموبايل، بعيد عن أي شيء إلكتروني، وأقعد هيك بجلسة صفا بحالي بغرفتي، مارس شيء أنا بحبه مثل قراءة، مثل هواية أنا بحبها. فيني هيك أقعد لحالي بعيد، يعني بعيد عن أي شيء ممكن يعكر مزاجي ولو ساعة يوميا. يعني أنا هذا الموضوع نصحته لكثير ناس واستفادوا عليه. كلنا عنا ضغوطات بالعمل، كلنا بنطلع من الصبح للمساء وضغوطات واتصالات. صحيح. وشغل وكذا، فلا، خلي الإنسان يفرغ ولو نص ساعة بالبداية. لا، في شغلات كتير بسيطة. هلا نرمين من الأشخاص يلي مودة بتعدل بالثياب الصباحية، ما عندها إنه هي أنا اليوم شو بدي ألبس، هي شو شوف في شيء ارتاحت له، بتفتح الغزانه بتقلي انا ارتحت لهي القطعه حسب اللون. انا تمام، فاللون قد ايه اليوم كمان هي القصه قد ايه بسيطه. اليوم نحن لون الثياب كيف بدنا نختارها، شو حابين نلبس، بتعدل مزاجنا. طبعا هذا الموضوع بيعدل المزاج بشكل كثير كبير، مو بس الالوان، يعني حتى عم نحكي على الاصوات. يعني في اصوات معينه بنلاحظ انه مثلا المطرب الفلاني او المطرب الفلاني انا بتحسن مزاجي بس اسمعه. نفس الشيء اللون، نفس الشيء، يعني الطاقه هي موجوده بكل مكان، لكن كل شخص وحسب حساسيه جسمه وحسب شاكرات جسمه وتكوين جسمه. فمثل ما تفضلتي، ممكن الصبيه انه يتعدل مزاجها بالوان الثياب، ممكن صبيه ثانيه بتعدل مزاجها بالتسوق، صبيه ثالثه بالسفر، بالاكل. بالاكل انا الاكل. طب خلينا نحكي عن، يعني هو يمكن يكون شوي سؤال غريب، انه كمان الطاقه لها علاقه بالاكل، بلون الاكل، بنكهه الاكل كمان ممكن. هي انا خليني اجاوب عنه. هلا هو ابدا ما له سؤال غريب. الارتباط بين الطاقة والغذاء هو ارتباط قوي جداً، ما هو ارتباط عادي، يعني بالنتيجة العقل السليم في الجسم السليم.
أنا ما فيني يكون حدا مهتم بغذائي، حدا مهتم بصحتي، حدا مهتم بنظام غذائي صحي ومسابر عليه، وبنفس الوقت أنا إنسان سلبي وتفكيري سلبي. لا قصدي مثلا ممكن واحد يكون معكر مزاجه بحالة نفسية سيئة، بيقول لك إنه أكلت هالأكلة يعني انقلب المود تماما هرمون. يعني إيه؟ طبعا يعني ممكن تقدر الأكلة تعمل لي هاي النقلة النوعية بالحالة النفسية. الإنسان متصل كونيا والطاقة موجودة بكل الكون، فنحن مثل ما حكينا عن الشاكرات في ألوان معينة لكل شاكرة بتنشطها صح. وحتى في أغذية معينة بتنشط عمل هالشاكرات، يعني مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال شاكرة الضفيرة الشمسية اللي هي موجودة بمنطقة المعدة والبطن يرمز لها باللون الأصفر، فنحن إذا بدنا ننشط هاي الشاكرة فنحن بننشطها بحالتين. الحالة الأولى الرياضات وخصوصا ما يتعلق بالنساء، رياضات الرقص أو الرقص الشرقي وكذا، كل ما يتعلق بالخصر. والمنحة الثاني هو الأغذية ذات اللون الأصفر مثل الموز مثلا، مثل التفاح، درا. مثل أي نوع غذاء الدرا، أي نوع غذاء لونه أصفر، فبتتنشط هاي المنطقة. فكمان من الأمثلة الثانية اللي هي شاكرة القاعدة اللي يرمز لها باللون الأحمر اللي هي أسفل العمود الفقري، فكمان نحن إذا كان في عندنا خلل وبدنا ننشط هاي الشاكرة فنحن بدنا ناكل او نتناول. شو يعني خلل؟ يعني الخلل انا كيف بدي اعرف انه انا عندي خلل بهي الشاكره؟ تمام، انت بتحسي انه في مشكله معينه لانه هي كل شاكره من الشاكرات مسؤوله عن شيء معين، يعني مثلا مثل ما انا عم نحكي عن شاكره القاعده هي الشاكره المسؤوله عن الجذور الاهل العائله. فوقت انت بتحسي حالك في نفور بينك وبين العائله، لما بتحسي في مشاكل، لما بتحسي ما عاد في ترابط مثل قبل، لما بتحسي انه الوضع مارو تمام عائليا نحن عم نحكي طبعا. فبيكون هون في خلل بهي الشاكره، العمل على اصلاح هي الشاكره بيعيد التوازن مثل ما كان. بدنا حلقه كامله نحن نفصل شو يعني الشاكره وكل ان شاء الله بنحكي عن الشاكرات شو مرتبطه واليوم كيف نحن قادرين نحسنها. حكينا عن الاغذيه يعني على اساس البيتزاية ما حتعدل لك مزاجك مثلا بتعدل مزاج اي حدا. طيب عم نحكي عن علم كثير صار مطروح بالاونه الاخيره وصارت الناس كثير تعتمد عليه بحياتها، يمكن اغنيه تعدل مزاج اليوم صح. يمكن تماماً. النساء الرياضه بيحبوا هاي القصص. يعني اليوم نحن رغم كل الظروف وبشكل هيك بعنوان عريض نحن كيف قادرين نحافظ على هاي الطاقه؟ هلا نحن بنحافظ على الطاقه الايجابيه من خلال الاستمراريه. نحن مثل ما سبق وحكينا انا ما فيني يكون ايجابي مع شخص وسلبي مع باقي الاشخاص، انا ما فيني يكون ايجابي بالموضوع وسلبي مع باقي المواضيع، لا انا بدي يكون ايجابي بالمطلق. بالنهايه انا كل ما كنت ايجابي كل ما بحافظ على الاستمراريه. الانسان فينا نشبهه كالمغناطيس، هو بيجذب وبينجذب للاشخاص اللي حوله، وهذا بيفسر سبب انه الاشخاص الناجحين والايجابيين بنلاقي في بيناتهم صله وصل صحيح. اما صداقات او قرابه او زماله عمل بيتجهوا بتلاقيهم بين بعضهم لانه في جذب ايجابي. نفس الشيء الاشخاص السلبيين، انا ما بدي اقول فاشلين راح اقول سلبيين، كمان بنلاقي في صله وصل بين بعضهم، اما صله قرابه او صله عمل بتلاقيهم بيشتغلوا مع بعض. اللي بيشبهنا يجي لعنا على هذا المبدا. هو فعليا كالمغناطيس الانسان بيجذب وبينجذب للي حواليه، فنحن كل ما كنا ايجابيين بالمطلق كل ما رح نجذب لحياتنا الايجابيه ان كان اشخاص وان كان طاقات ايجابيه. اكيد ان شاء الله كل ايامنا طاقه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. دائما بنحس موضوع الطاقه والحديث عنه يلي مؤمنين فيه او المتفائلين به طبعا هن اكثر الناس بيتاثروا فيه وبيتبعوه حتى بيصدقوا، ولكن دائما بيكون في اشخاص بيستصعبوا فكره الطاقه الايجابيه او انا كيف فيني اغير مسار حياتي بالطاقه الايجابيه. هي بدها اول شيء ايمان بالفكره بتصور. تمام. نبدا من ايمان بالفكره والتجربه. يعني أنا في أشخاص بيتواصلوا معي فبقول لهم أنه فيكم تجربوا تكونوا إيجابيين، أنت ليش لتقول أنا ما بقدر، أنت ليش لتقول أنا ما فيني، ليش لتقول هالشيء صعب علي، أنا فيني أنا اليوم قادر أجذب هاي الطاقة. غير من توجهك، غير من طريقة تفكيرك، عوض ما تقول ما فيني قول رح حاول، قول رح أعمل، أنا قادر. حاولت وفشلت، ما هم حاولت، حاول مرة ثانية وبحاول مرة ثالثة. ما في نجاح أصلا تم من أول محاولة صح. ما في أي نجاح بالدنيا، لذلك تكرار المحاولات هو أول وأهم أساس لاستمرارية الطاقة الإيجابية بحياتنا. تمام. شكرا كثير لك أكيد المدرب في علم الطاقة سمير هادي. شكرا شكرا للطاقة الحلوة. شكرا يعطيك ألف عافية.